نروح بقى نشوف مع حضراتكم صور حصريه لملعب المباراه، ملعب بكره اللي هيلعب فيه النادي الاهلي امام اوكلاند سيتي. ومعانا دلوقتي هيكون صور حصريه لملعب المباراه وتفقد الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر لملعب المباراه. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده ملعب ابن بطوطه اللي موجود في مدينه طنجه، اللي هيقام عليه بكره ان شاء الله اولى مباريات كاس العالم للانديه، الاهلي المصري امام اوكلاند سيتي. زي ما احنا شايفين ملعب على اعلى مستوى، هذا الملعب يسع ل 45,000 متفرج. كل التذاكر نفذت، بكره ان شاء الله يكون في حضور جماهير كبير ان شاء الله، سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير المغربيه ان شاء الله، اللي هتكون حريصه بكره على مؤازره وتشجيع النادي الاهلي المصري. ودي صور حصريه لينا من ملعب المباراه دلوقتي وتفقد الجهاز الفني. رايحين يشوفوا غرف الملابس، شوفوا ارضيه الملعب اللي بقول لحضراتكم ارضيه ملعب على اعلى مستوى. مباريات كاس العالم للانديه بيكون دايما كل التفاصيل مدروسه، زي ما احنا شايفين دخول الجماهير، خروج الجماهير، ارضيه الملعب، دكة الجهاز الفني والبدلاء، ملعب على أعلى مستوى. بكرة إن شاء الله أتمنى تكون أجواء أكثر من رائعة.